واهلا فيكم في فيديو جديد في قناة ببليدر علي يوسف. النهاردة هيكون فيديو عن هنصنع درايفر الشجاع الفائز. طبعا احنا عملنا بلاير الشجاع الفائز وديسك الشجاع الفائز، فهنحتاج دوريتين كبار قد كده اهوت، وهنرسم دورية قد دي بصوا، وهنخرمها من النص ماشي. وهنحتاج ديت هنلفها كده، هتكون ملفوفة، واربع حتت دورية صغيرة قد كده، وديت اكبر منهم شوية، مش قوي يعني بس اكبر منهم شوية، وحتة طويلة قد كده ماشي. فهنبدأ هنلزق دول على بعض، الكبيرتين دول هنلزقهم على بعض ماشي. وهرجع لكم هو اتلزقناها جامد قوي ماشي. وهنجيب الحته الطويله دي هنعملها على قد الدوريه اللي احنا رسمناها الزنا اهي، هنعملها على قد، هنلزقها كده بصوا، انا هلزقها وارجع لكم. اهو اتلزقنا الشمع وهنلزقها ديت اهي، حلو قوي ماشي. هنسيبها تنشف اهوت، وهنلزق الحتة المخرومة من النص هنلزقها فوقيها ونرجع، وهنلزق ديت هنعملها كده اهي، احنا لفينها وهنلزقها اهوت. احنا لزقناها ديت ولزقنا الحتة الملفوفة اللي انا قلت لكم عليها اهوت، الحتة الملفوفة هقول لكم نعمل بيها ايه. هنحطها هنا في النص كده، هنحطها هنا في النص اهوت، احنا لزقناها، وهنحط الحتة من اللي غطى الازاز هنحطها هنا زي ما احنا عارفين، زي الشجاع درايفر الشجاع المعتقد زيه بالظبط اهو، هنحطها وهرجع لكم اهوت. لزقنا بتاع غطا ازاز، وهنلزق الاربع دواير اللي انا قلت لكم عليها فوق بعض كده، هنلزقهم فوق بعض وهو لزقناهم فوق بعض. وعايز اقول لكم على حاجه، انتوا اكتبوا لي في التعليقات عايزيني اعمل حلبه اللي هي في الجزء التربو اللي هي حلبتين فوق بعض ولا لا، اكتبوا لي في التعليقات، وروحوا اشتركوا في قناتي التانية اللي هي يوجي الصداقه وبيبليد يوسف وعلي الذهبيه، هسيب لكم روابط كلها في الوصف اهوت. احنا لزقناهم، وهنلزق الحتة الاكبر منهم شوية تحت كده عشان تكون اللي هي الحتة المسطحة اللي بيهجم عليها. وتابعوني على انستجرام هقول لكم اسمه، هو بيبليد بالانجليزي، بيبليد يو واي او اس اي ال واي ال اي ال اي ال اي يوسل يعني يوسف وعلي ماشي. وتابعوني عليه، وهوت لزقناها وهنلزقها دي تحت دي كده اهوت، هنلزقها وهرجع لكم. وهوت كده يكون خلص الدرايفر، واكتبوا لي في التعليقات لو عايزيني اصنع درايفر برسن القوه، هو نفس الدرايفر بس النص. فيلا نجرب الدرايفر، ويلا نركب البلبل هو الديسك وهو الدرايفر، يلا نركبه. سنركب، يلا نجرب البلبل هو الدرايفر مسطحة، حاسس ان هو البلبل حقيقي، طبعا ما عندوش قدرة على الاحتمال عشان دي مسطحة خالص، يعني ما فيش قدرة على الاحتمال، فهيكون هجومي. فنشوفكم في فيديو جديد مع